عكس الزمان يا هجل بتمد ما بتوصل والغلطة فيا أنا ولا في زمان ما يصون حكم النعيش حكم النجرح يبور وعيش راضي بحكم سني عيش موصوم بمليون اسم ويوم ما يلم جرح قديم يعيش وجعه يهد الجسم عايش موصوم بمليون اسم ويوم ما يلم جرح قديم يعيش وجعه يهد الجسم طيب وهيدا الحصان اللي شفتيه في المنام بتعرفيه؟ هو كان بيجري ناحيتي وكان في واحدة ركبان بس أنا معرفهاش وبتهيالي إن أنا عرفها معرفش كيف يعني ما بتعرفيها وبتعرفيها؟ ما هو يا بتعرفيها يا ما بتعرفيها أنا مش قادرة أجاوب على السؤال ده أنا وهي ضحكنا وتكلمنا مع بعض مش عارفة لو كانت هي أنا ولا أنا هي طيب وفي إشياء تاني شفتيها؟ أيوة شفت ملعب كبير وجمهور كتير وحسنة كتير وناس بتشجع لحد ما لما نشوف لحد لما الحصان وقع ولما الحصان وقع شو حصل؟ تقريبا مات اهدي 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 واضح انه هالعلاقة القوية بين الماضي وبين الخيول هي علاقة كتير مهمة انا برأيي انه نحطها في جو فيه خيول لانه الدراسات الحديثة في علاج الامينيزيا بتقول انه لازم نحط المريض في نفس الجو اللي ابتدعه في الماضي تبعه سهلة ممكن نروح منتجع الجبل فيه خيل وفيه هوا كتير نظيف دكتور في مشكلة تانية صوفية من أول ما شافت البنت وهي متصورة أنه بنتها المرحومة روستينا هذا موضوع تاني مشكلة كبيرة والغريب أنه صارت تاكل منيح وتشرب منيح والماما عم تقضي كل الوقت معها وعم تناديها كمان باسم أختي يوستينا شو الحل دكتور؟
والله الحل بده كلام كتير، بس أنا برأيي نخلي يوستينا ترتاح ونطلع نكمل كلامنا برا. لا يا دكتور، أنا عايز أعرف كل حاجة. يا مزافر، طلع خليني أوديك المستوصف كده عطلة وتاخدونا سكة. بس يا واد يا بنت بطلي دوشة، اترزع عندك لغاية ما أمي تطلع لك. اترزع؟ تصدق أنت ينطبق عليك المثل اللي بيقول ما تخافش من الهملة وخاف من خلفتها؟ ما تتلم يا بنت بدل ما أطلع لك وأعمل لك استقالة من الدنيا. طب خد خل انت وبطل عيون وزغابة وانجز وناد امك يا ابن امك. صحيح ابوك البصل وامك التوم، مين اجلك الريح الحلوة مشؤوم؟ انجاز يا عمونا في ليلتك دي يخرب بيوتكم على زفرة. مين اللي قال زفرة يا اصفر من زفرة القرموط قبل سلخه؟ كده عطلة، وانا عندي وفد اجنبي المفروض اروح اجيبه المطار. تور، تسمع عن التور؟ التور ده يبقى ابوكي. انا سامع هبد لسانك اللي عايز حشه فامي واخويا وعائلتنا من اول الشارع. يا اختي اديني 10 جنيه بدل انتظار وانا مش عايزه التوصيله ديت. عند امك ام غراب، مش هي مسمياك ام غراب؟ يا اختي لما تنزل عن 10 جنيه ده لصندوق الارامل واطفال الشوارع اللي زيك. سلام. استني يا غزال. لا خلي امك تركب الهوا وتروح المستوصف، يخرب بيوتكم على واطيه. احنا عيله واطيه مجهوله النوع يا زباله السكك. انا زباله السكك يا عويلي يا عشفور يا عره الرجاله؟ فخصة على تربيتك يا دل الكلب. استنى يا بنت، هنا رايحة فين؟ بقولك مش مستنية، بوديها انت بمعرفتك. بقولك استنى يا بنت بدل ما اديك الطلاق تجيب عجلك. بقولك مش مستنية، ولو راجل اعملها. لو راجل اعملها؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. 60 داهية. من الطبيعي انه المدام تبقى كتير فرحاني لما شافت بنت تشبه بنتها، لانه هيدا الموضوع له جذر نفسي، له علاقه بحاله الجراف والاميليكاسيون، يعني الفقدان والاسى اللي تعرضت له. وهيدا الفقدان والاسى دخلها بحاله انكار من الدرجه الثانيه. فلما شافت هيدي البنت اللي هي بتشبه بنتها، يعني مثل ما تكون غرقاني وتعلقت بقشي، حست انه رح ترجع تعيش من جديد وتعيش حياتها من جديد. انا برايي انه مأساة البنت صغيره جنب مأساة الام، مأساة الام اكبر. وبعد الصبيه عن امها رح يسبب لكم الكم مشاكل كتير. يعني ايه؟ انا هفضل هنا على طول ومش عارفه انا مين. ده مين بيتصفر يا رئيسة؟ يا رئيسة العين يا رئيسة! ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا بنتي؟ العين يا كبيرة ناسك! الزفر ضربني بالنار رجلي راحت! الزفر؟ الزفر اللي عمل فيكي كده؟ ماشي. طول عمرنا عايشين تحت اسمك مع الغجر يا كبيرة، لا شفنا ظلم ولا افتراء. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، حقك عليا. علاجك هيكون عندي احسن دكتور واحسن مستشفى. يلا حيوان انت وهو، سكه وطريق اتصرفوا، جيبوا الاسعاف. البنت دمها بينزف. الله يخرب بيتك. بقول لك يا رياسه، ما نكلم الدكتور الخصوصي اللي بيجي لنا في الطوارئ، دكتور سرنجه. والله برافو عليك يا بنت، فكرتيني. اطلبيه يقولوا له يجي على طول، عندنا طوارئ. اوامر. ارمالي ارمالي امور يا رياسه. يلا زفت الطين، شيل البت دي دخلها لي جوه. اما الدبش اللي في شقلك الاشفور ده، سيبه بقى للدبشه الكباري تربيه بطريقتها وبيجي. يلا دخلهمني على جوه. حاضر يا رئيس. شفتي اخويا عملت في نفسك ايه؟ امشي يا بنت اخوك، خد ابوك وامك اطلعوا على البيت. يلا يا زفر قدامي. يا لهوي، هيعملوا فيك ايه يا ابن بطني؟ يا حسني عليك يا ضنايا. انا مريضه وتعبانه وابني خدوه، مش قادره العب الصوت يا ضنايا. حرام قلبي عليك يا ابني. هاتوها هنا، يلا نيموها على الكنبه دي. ما كانش يومك يا غزال، شعبك راح في الوابه يا اختي. تعالي يلا، تعالي نيمي على الكنبه يلا.
تربيتك يا تعالي يا اختي تعالي تعالي. الحقيقه حروانه ايوه عايزه كيس ملح وكيس ثلج وكيس قطن وهاتي لي مقص بسرعه. اللي طالباه منها ده هتنيلي بيه؟ ما تخافيش يا ريسه، ما انا واخده دوره. واخده دوره في ايه؟ في الكوره؟ لا ما انا واخده دوره اسعاف مع ياسمينه. طب يلا يا اختي ورينا همتك وطلعي الرصاصه من رجل البيت. حاضر يلا يا بنت بسرعه بسرعه بسرعه. هاتي يا اختي هاتي المقص. فين؟ في اهو. استني استني حد يشوف التوك توك. طيب الاول الاحسن يتسرق ولا حاجه؟ يا بنت يا بنت يا على عينك اتسابق مرسيدس بره. نامي. فين الرصاصه اللي هتنيليها تطلعيها الرصاصه؟ ثواني يا بنت اصبري. مش عارفه بتعمل فيا ايه اللي مش فيش قلبها رحمه دي. الله. انت ايه قفش حرامي؟ بقول لك واخده كورس في التمريض. ها؟ اصبري يا بنت. يا بنت اصبري. بس خلاص. يا نهار اسود ومنيل، البنت باين عليها ماتت. يا لهوي. انت يا حبيبتي غزال. دكتور سرنجة وصل يا غجل. الحقنا الحقنا سجل اغمى عليها. الحقنا اغمى عليها. الحقنا. ها ثواني. طهرت الجرح؟ بالملح اهو. ملح مين؟ 900 مرة اقول ملح على الجرح. غلط غلط غلط. ده مش وقته. ما كنا نحط ايه؟ خلص الكاوية. هاتي الكاوية يا بنت. هاتي الكاوية يا بنت. هاتي الكاوية. كاوية. احنا اسفين يا اخويا. يا نهار اسود فوقها لي بس الاول. استرها معايا يا رب. انت بتشعوذ صح؟ والبت البت فوقها يغمى عليها ولا ما عرفتش باتت؟ قولوا يا رب يا رب. ما تفوقها يا اخويا الاول بدل ما انت ماسك في رجليها. ما تفوقها الاول. الكاوية الاول. الكاوية هات اهي. فاهم بعمل ايه؟ كاوية خد. لا بس انت المره دي الغيبه طولت قوي قوي قوي. اول مره تروح وتقول عيدوا لي كده شغل. طب والشغل برضه ياخدك مننا كده؟ التليفون بيرن. الو. ايوه ست نعمة. اي شيخ بندور ايه الاخبار؟ ارفعي صوتك شويه. الو اهو صوتي عالي. اي شيخ بندور ايه الاخبار؟ شيلوا البلاستر من على بقه. بونسوار يا رؤوف. بونسوار؟ ده انا هعديكوا في 60 داهية. لعلمك انا اعرف عنكم كل حاجة. وكل الحاجات اللي اعرفها دي بعتها لخالي واختي. لو حصل لي أي حاجة هيبعتوها للإنتربول. وهيحطوها على النت ويدوكوا في 60 داهية. أنت عبيط يا رؤوف. مفيش حد يعرف عننا حاجة. أسامينا كلها مستعارة. ولو خايف على أختك وخالك وابنها ابقى اسمع الكلام. وخصوصاً ابنها شادي. مش دي صورته؟ الكنج بيبلغك تتري منه الأوامر، وإحنا بنبلغك أول بأول. خلاص ماشي إن شاء الله. طيب شكرا. بالسلام بالسلام بالسلام. مساء الخير. ازاي حضرتك يا فندم؟ تحب انده عليك المتر يحضر لك ترابيزه؟ لا الحقيقه انا كنت بسال على الشيخ نور. الشيخ؟ انا يا شيخ فيهم شيوخ كتير. انا كنت بسال عن الشيخ منظور. ياخد عدوك. اعينك مع البيت الغدريه.
الغجرية فين يا رؤوف؟ لو مسيته شاري ابن اختي والله العظيم ما هسكت لكم. يعني هتعمل ايه؟ لا على فكرة انا عندي حاجات كتير جدا اقدر اعملها. اوكي انا هجيلك من الاخر. بص يا رؤوف، انا عارفة بتحب ابن اختك قد ايه، حتى انت معلق صورته في شقتك في مصر مش كده؟ انتوا كمان وصلتوا شقتي؟ اذا نوري وصل النوري لشقتك ده صبي من صبياننا. المهم لو عايز اختك وخالك وابنها يعيشوا تبقى تقول لنا فين ياسمين. حديلك 24 hours فكر. اوكي هو انا شفتك فين قبل كده؟ فين؟ مش انت اللي كنت في فيلة النوري؟ النوري؟ مين النوري؟ ادهم النوري اللي كنت عايزه تقلبيه. يا اختي وانا عقلي دفتر؟ بعدين انا ما بقلبش حد، هما اللي بيتقلبوا بمزاجهم. سلام بقى يا سنيور. تعالي هي مين البنت اللي كانت واقفه معاكي دي؟ البنت اللي كانت واقفه معايا كانت بتسالني على الشيخ منبور. طب عرفتي منها اي حاجه؟ ما اعرفش، وعموما هي قالت لي ان هي شافتني عند النوري في البيت. أرماني أرماني يا زفر. أرماني يا زفر أنا راح أنام يا أخي، تخمت بقى. شوف لي معاك أي حاجة تنامني، أي حاجة من اللي أنت بتبلبعها دي. مش جاي لي نوم يا جدع، دماغي هتفرتك. أنت عارف الحاجات دي ممنوعة أثناء العمل، وبعدين لازم تعمل فيها من شيكاغو وتضرب نار. ده الرئيس ناوية لك علنية سودة. ما انت عارف اللي بيشيل سلاح من غير اذن بيحصل فيه ايه؟ بيتجلد. طب شوف لي معاك سيجار، اي حاجه. بقول لك دماغك هتفرتك، دماغك هتفرتك يا اخي. ما معيش، اتخمت بقى. اتفقني يا ياسمين. ياسمين الدنيا مبقاش ليها طعم غيرك يا اسمي. انت فين يا اسمي؟ اتفضل. هاي. شو بعدك ما نمتي؟ لا لسه. وانا كمان ما اجاني نوم. ليه؟ ما بعرف هيك. بتحب الأفلام المصرية؟ في حدا مربي على أفلام إسماعيل ياسين وأنور وجدي وريحاني؟ تعرفهم كلهم؟ أكيد. على فكرة ضحكتك حلوة كتير، أول مرة بشوفها. بجد؟ أنا أول مرة أحس إن ضحكتي حلوة. قولي بقى، إيه اللي مسخرك كده؟ مين بتفكر في إيه؟ والله ما في شيء، هالحياة وهالدنيا، ما في شيء مهم. أمال أنا أقول إيه؟ شوف القادر جابني هنا، ما عرفش بكرة مخبي لي ايه، والحاضر بتاعي مش فاهماه. فاهم قصدي؟ انت بتعرفي انه عملتي بايدي العيلة معجزة؟ معجزة؟ عملت ايه؟ الماما كانت تجيها نوبات صرع وكانت ما بتنام ابدا، هلا صارت تنام. حتى انا والبابا صرنا نرجع بكير على البيت. انا مبسوطة ان انا بسمع منك الكلام ده، بس السعادة اللي انت بتقول عليها دي سعادة زائفة، يعني مش هتطول. معك حق. تعرف رغم ان انا عايزة اعرف اهلي مين وجيت منين، صحابي مين، بلدي فين، عايزة اعرف حاجات كتير قوي عن حياتي، بس عشان خاطر مامتك مش عايزة اعرف كل حاجة دلوقتي. مش عايزة اهد الفرحة
إلا أنا سببتها لمامتك. هيدي هي الظروف المتناقضة، مرضك علاجه بمرض ماما أكتر. الدكتور قال لازم نبعدك عن ماما بالتدريج كرمال نرجع لها الواقع اللي هي رفضته وهو موت أختي يوستينا. اللي أنا خدت اسمها يوستينا. يوستينا على اسم الشهيدة يوستينا البتول اللي آمنت بالمسيح وهي صغيرة. في أسألك سؤال ولو ما بدك تجاوبي ما في شي حيتغير. لا طبعا اسأل اللي انت عايزه. انت شو دينك؟ ديني صدقني لو قلت لك اني ما اعرفش. احسن، انا شخصيا مسيحي، يعني كمان بقول انه ما بيحق لاي حدا يتدخل بهذا الموضوع، بحسه كثير شخصي. فعلا انت بتعرفي انه يوستينا كانت تحب القرايه مثلك؟ الله يرحمها، كان بين عليها مثقفه، كانت مصنع البهجه والفرحه بالبيت. ماتت قبل كليلة باسبوع، كنا عم نحضر لنعمل لها كليل عالمي. كليل؟ يعني ايه كليل؟ كليل يعني عرس، يعني فرح بالمصري. فرح المسيحي يعني. اوكي. سوري سهرتك. يلا بتركيك بشوفك بعدين. تصبح على خير. وانت بخير. باي باي. الدنيا إلا مسرح كبير. شكلك مو غريب علي. أنا شاهي مديرة أعمال مستر أدهم النوري. بصراحة يا شيخ مندور أنا يعني كنت جاية لحضرتك عشان عايزة أفهم ليه خليته مستر أدهم. مستر أدهم كان بيعتبرك أخوه وصديقه المقرب وسنده. هو اللي طرشك؟ لا والله العظيم مستر أدهم فعلا ما يعرفش اني هنا. بعدين هو نفسيته متدمره ويعني انت ما يرضكش انت كان في بينكم عيش وملح. اسمع يا شاهي، القرار لا بيدي ولا بيده، حتى نحنا مصيرنا ما هو بيدنا. النوري غلط غلطة عودة، غلطة موت، زين انه ما تصفى للحين، واتوقع يصفوه في القريب. اسمعي، انا ما قلت شيء وانت ما سمعت شيء. انت بتقول ايه؟ هيصفوه؟ نزلي صوتك شويه شويه. هو في هنا كمان كاميرات مراقبه؟ ما تضمنيش، المافيا لما يبغون يلحقون حق الواحد بيوصلونه. طيب يعني حضرتك شايف الحل ايه يا شيخ مندور؟ وش حل؟ النوري خرب كل برامج التأمين اللي سويتها المافيا باللي سواه. ليه يعني كل ده يا شيخ مندور؟ ده ما كانش حصان. انت مو فاهمة شيء. طب معلش هستأذنك تفهمني. أفهمك. 2001 11 سبتمبر كان أول تطبيق لنظام التأمين العالمي الجديد، ولما نجح النظام بامتياز صار بإيدين مافيا سرية اللي حنا شغالين معاهم. ولما انكشف موضوع الرهوان النظام كله تصور، والمافيا خسرت مليارات مليارات الدولارات. في واحد اسمه لارستاين، هذا ليه فيديو على اليوتيوب مالك البرجين اللي اتدمروا، طلعي هتفهمي كل شيء. وفي مهندس كمان حصل على معلومات سرية من البروكسي وخبى المعلومات، هذا معناه إنه غير جدير، غير كفؤ، وغير أمين. هما ليه يعني يا شيخ مندور مستنيين عن نوري كل ده؟ أنا نفسي أسأل هالسؤال بس أتوقع يصفوه. اسمعي،
بقول لك نصيحة، انقذي نفسك. معلش يعني يا شيخ منظور، عندي سؤال أخير. تاني يا شاهي، وش سؤال؟ أنا جاي يومين أستأنس وأروق رأسي، وآخر الأسبوع بروح أفريقيا. زين، اسأل. أنا بس يعني كنت عايز أسأل حضرتك، أنا فهمت إنه هما متحكمين في كل ثروته وحساباته اللي برا مصر. إيه؟ نعم. طب ثروته بقى اللي جوا مصر متحكمين فيها برضو؟ شيء بإيدينهم وشيء ما بإيدينهم. لا مش فاهمة يا شيخ، ممكن تفسر لي؟ أسهم اللي في البورصة اللي تبع شركات مالتي ناشونال الدولية، هادي بإيدينهم. وبقى العقارات والشركات والمزارع وخلافه؟ أتوقع لا. طيب ما إيه رأيك بقى يا شيخ منظور أخليك تشتريها منه ويبقى ليا الكوميشن بتاعي؟ أنت مو بسيطة يا شاهد. أنا عندي وقت ومو محتاج، بس أفكر. خلاص أنا هسيب حضرتك تفكر وبعدين ترد عليا. يا هلا يا هلا. بس معلش بقى، كان عندي سؤال أخير بجد لحضرتك. اسألي يا شاهد. هو أنت منين يا شيخ منظور؟ أنا من كل بلاد العالم، سنغالي، عراقي، خليجي، مثل ما تبغيني تلاقيني. ليلتك سعيدة يا شيخ منظور، بس يعني أنا ليا طلب أخير. أمري شا أمري. أنا بس يعني كنت أرجو إن مفيش حد يعرف عن مقابلتنا. أنا ما قابلتك يا شا، ما شفتك. ليلة سعيدة يا شيخ منظور. معلش لو سمحتي، ممكن لحظة واحدة؟ خير؟ قالوا لي إنك غجرية. أي عني، أنت تعرفيهم؟ أعرفهم، وأعرفهم كويس قوي كمان. إحنا الباشا بتاعنا بقى اللي مشغل نعمة وربع الغجر كله. نعمة؟ ياه، فكرتيني بيها. أنا بشوف الحقيقة إنه عالم الغجر ده عجيب جدا، وخصوصا الهنجرانية. كنت يعني بسأل عن بنت اسمها ياسمين، تعرفي هي فين؟ يعني هتكون فين؟ هتلاقيها متلقحة هنا ولا هنا؟ يا اختي هالأشكال دي بتروح في حتة؟ بعدين بقول لك ايه؟ عندك حاجة حلوة قوليها، ما عندكيش سلميه على البتنجان وسيبيني ارجع للشيخ. ارجعي للشيخ. باي باي. يا للربع، انتوا عايشين هنا بقانون الهنجرة، القانون اللي حطه سلسال قبيل عشان يحميكوا من ديابة البشر. انا لما مسكت المرياسة حطيت قانون نعمة، قانون الخالة، عشان اعرف احميكوا واكلكم واشربكم انتوا وعيالكم. القانون اللي عملوه اللي قبلينا ان انا ارمي الاتنين دول بره الرابع. بنت الحداد دي نزلت تقص من ورايا، غدرت وهي متعلم عليها ان ممنوع تخطي بره الرابع، لكن شيطانها وزاها وخرجت بره القانون، قانون الرابع. وجوزها دار عليها عشان كان طبعا في الغله، وانا لو سبتهم الاتنين كان قتلوا بعض. عشان أنا بقى مش نايمة على وداني لحقتهم. أنا كنت ناوي أرميهم بره، بس أبو الكتيانة العليلة طلب مني الرحمة تخفيف الحكم. عشان إيه؟ عشان دي بنت الحيلة. أنا نويت إن شاء الله إن أنا أعلمهم زي الحمير المسروقة، واللي متعلم عليهم وإنتوا عارفين إن دمه يبقى مباح ويبقى محكوم عليه بالإعدام لو خط بره الرابع لغايه لما يجي اجله.
يا رئيسة اسمعيني بس يا رئيسة، انا ماليش دعوة، دي هي والله العظيم اللي بتكلم. اخلص يا جدع، ما تكلمش في كلاس. طب والله ما اتكلم، والله ما اتكلم. اخسى عليك راجل ناقص، تفوق. تستوى عليا وانا وقعت واتساب. اسمحي لي ادافع عن نفسي يا رئيسة. الحكم طلع خلاص، اكوا جلدهم بعلامة اللعنة وعلموهم. انا متنازل عن حقي، ده مهما كان برضه ابني. انت اللي هتعلمهم يا اوراداتي، ولو ما علمتهمش بذمة هخلي أرماني يعلمك. اسحب السيك وكوي على قفاها. حاضر. تعمل ايه يابا؟ يابا اكوي. معلش يا ابني حكم الاول. استنى بس يابا، انا بالظبط عايز اقول يلا شلوهم. اتفضل المجلس. معلش انا كده بقيت مكتوب على ماما. يلا حبيبي. الله يسلمك يا ليل. استنى اما اطلع يبقى موت وخرب ديار. الله يا شباب. بموت يا اختي. الحمد لله انها جت لحد كده، ده انا كنت مرعوبه لترميكي بره الربع. يا ريتها كانت رمتني احسن من الذل ده. انت بتعملي ايه يا نعناع؟ يا اختي بحط لك مرهم من الاجزخانه. ما ينفعش يا نعناع، الوجع ده لازم له دكتور. انا كده اتشوهت. بقول لك يا اختي. ايه يا اختي؟ قولي. انا عايزه تجمعي يا نعناع. يا اختي انت مش قلتي هتقبضيها الاخر؟ عايزه اتعالج بيها. تصرفي والنبي. هو سعدون فين؟ جوزك يا اختي بلع شريط رمادول ومتلقح زي الفسيخ. اجيب لك يا اختي بله ولا كمله يتمسكي الوجع اللي انت فيه؟ لا لا، مش انا اللي اتذلل الكيف. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. اختي الله يرحمك يا ماما. الغله راحت ودنايا راح. خدني جنبك يا دنايا، توحشتني قوي، وحشتني قوي. يا لهوي، البنت بتخلفط بالكلام، البنت موجوده نار. يا ابو سعدون الحقني، يا ابو سعدون البنت قطع النفس.